अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम सूरतुल बकरा का पहले जिसका लास्ट रुको पढ़ेंगे, यानी सूरतुल बकरा का पहला सिपारा जो है उसका लास्ट रुको 16 रुको एंड सूरतुल बकरा के भी 16 रुको हम पढ़ेंगे आज इस लेसन में। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने डेली लेसन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको तमाम डेली जो है लेसन की नोटिफिकेशन की अपडेट मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं तआवुज़ तस्मिया के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिह नफ्सह وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الحمد للہ اس ویڈیو میں ہم نے پہلا سپارہ کمپلیٹ کیا اور سورۃ البقرہ کے 16 رکوع کمپلیٹ ہوئے اور سورۃ البقرہ کے 16 رکوع کی اس میں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گی اس لنک پر کلک کر کے تمام رکوع ایک ساتھ آپ کو مل جائیں گے اس کے اندر آپ آرام سے سیکھ سکتے ہیں پلے لسٹ کے ذریعے سورۃ البقرہ ورڈ بائی ورڈ تو آپ ضرور اس پہ کلک کیجیے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کی لنک مل جائے گی جزاک اللہ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ